عشان انا اللي كمان القى كلام انا نوري وما يصير مرت بك مسكين والله يا كي انا كان هجيت قال اختي وكان سكت لي شيف الباب ابقى لي مرة بس راجل يمرق من البيت يومين ثلاثة قال ما يشوف كسر راسه بوسم قال بيسنو ما انا يومين ثلاثة كي قال كامل فيلم بالبيت ما بيشوفه وبكان واحد ده سيدي سيبتي سنو اوينين ذاتك في بيت ده واني الرجالين ده سنو تعرفي هين بس ترى هين مرة يثبتك ده هين بس لكن بكون وايدة سكن واي سولك في بر ده مرة أنا أم إيالك تجي لو كل ما يسألك أسو سوى الكهرباء بره ده سنو مندرجة أكيد نجي مرة البر تسأي مرة أم إيالك ما تسأي مندرجة ده كلام أسو يمدك أوريني ده قالوا سكن سنو مشكلة ده وكما سيناك ده قال كالك ده كل مين جلده يسلو قبل اللقل يا فوق سيبت سي لكن هو كان جاي ده قال انا سراب ده كله كان مص على كده نادم يا كرب انت اسرف كناني فرحان انت الراجل في البيت ما بيزقي للمره في البيت والمره كيف تخدم عادي المندرك هاي زي الكيف كيف هي تدور ده قال ما بيسيلها تدورها تدور دخان قال ما يسيلها ندور نمشي قال ما يسيلها ندور ده في قدام دوره ما يسي ودكان كم مره برا يسي ده كيف مندرك ده علي شابي دكان دور سي ما سي ده يوم كم انت ده ما له مره تقدر تسيله لكن يوم ما انت تسيك رفيقك ده أين أسأين خلاص؟ والله أنا ذاتك اللي بان. أختي ده أي ما يمتك تشكلي. أنا ذاتك. رفيقك ده حد جليه. يقدر يكربها بلدي أحسن خليه يكربها ما يقدر يكربها خليه يمشي يأخذ المرة الجاي يروح معادي ويخليها. وكم إذا تعالى ينتهي نصيبة ولا أنت مشكلة كامل أنا ولا زعلاني نانم دقروش عينك عينك يمشي سايلة مرة آخر يأجر لا بيده ويفرش لا ويجي إذا وأختفي له بالبيت تعبانة ما إياله يوم إيال ما يقرأ الكل هي بس تقريم تتاتك جاي جاي إيال قال ما كان تدور شنو قال إلا كان هي سوى لا شغل حتى تقدر إلا تتاجر قال شالة لا إتر ساوقتها قال شالة لك حتى نكبر تسيك أشيرة تقعد بيده كله في راسه كامل ما يندسه يمشي سايلة في خلباته جلوس ينتلى أو ساكت ده ما يبقى سي ما يقبى كان وايد ما عدين وبكاوي ده كلت كمان انا ننتي لي مره في انت كلامك غلط تمثيل ما ننتي كيف ما ننتي كيف كلامك ده كيف ما السبب نقول سي ما ننتي كيف سي انا اقدر اسامحك وكل انت سي مره في بكل انت كلت ما انت كلت سي ما كلت انا اقدر كلت انا مره في بيت ده يا وشن ايت راجل جاي ايت راجل اسم ايت كجيت كم يا جماعه المهام متساكت ده كل انت كمان انت تقول كيف سوي لي المهام والنظر كله ما يسوي لك تسرب انت المانه تلقى السكر وتلقى الرز من وين يا من تسيب المهام ده كلام نفر عليك قال لي ده كلام نفر سيد ما مندرجه ساي ساكت ساي ساكت ليه سربين ده ليه سربين ده كله دي فارينا كنجا كله انت ساي ساكت ده كنت نادي قبل يسوي لك ساي انت شايده كان انت جبت سكر ما كان انت شايك شايف له بالبعد انت تنتمي قصر يسوي لك ضيفانك كيف انت مندرجه انت كلامك انت تعبي لك بالبعد كلها كان ناقص ده بس انت كان مشيت بيت المره اللي هو قال اجر لا بس هو باب شنو خمام الناس اللي جايه هاجي فوق ده تستغرب ام ايه ده مكسر لا خمام كتير ما لك قال في شنو ما زال بكير انا جاي ده قلب بنجغني بس اكيد الا بي انا بس قصرت بين وكيت انت ذاتك ما بقيت انا هي جوا انت ذاتك ما بقيت انا هي جوا ما قال قلبي برجف قلبي برجف انت ذاتك بقيت انا هي جسم ها اسيب بس انا هي جي كيف حالكم حالنا كويس حالنا احسن من حالك ها حالنا احسن من حالك اه سيسي كيف جوك يا جاي انتوا مقانين بالنميمه كيف انا مع حالكم ما حالي ببقى سوكي كيف ولا ببقى سوا يا جاي نقول كيف الا فلان سوا فلان جاي كي كي فلان كان سوا شغل صالح ده نقول له ولا بجيب ليه سيلفي الشن يا جاي صالح يا تو انا ويدي بالصالح مامي نقول كيف نعم تدور سيوا ارض نغوري سكين ده سكين ده تماري كلاس سكين هذا سكين ده بقلي كثير فعلا في هذا كلام الان نوري كل ما انا عارف كذب يا كذب كاتم ماني انت بكان هناك لقيت مر وايد بس بيتك تنسى مر وايد ما عادين سبت سي مر ذي مر هالو كله وقوقت انت قلب تبرد لو انت اللي هناك مر وايد لقيت هالو انا دويني بس كلاس ناس قاليني ده تنسى مر وايد كده ما نورمال ما نورمال انت لماك شنو ها لماك شنو وهناك شنو فوقك لما اني سنو لماك شنو هناك شنو وانا سنو فوق ها ده ولا لماك بلوشه ها بلوشه ها كي كي ماله كي 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 اسمع انتوا ما توصوا اقولكم قد توصوني لي انا اسمع توصوا فوقي شنو وانا سوينا شنو وانا سويت شنو انت سويت ده ما تعرفها انت بدك كل ده اللابس هذه خاصه انا ودي ولا في لك القد سي فوق انا بدك كل كلام سويت اول مره بيجي فوقي ولا اخر مره بيجي فوقي ولا يعني شغل لك شنو استنى
استغربنا سأنت شغلك. وأنا شغلك نندلي. ما استغربنا نندل في شنو؟ كان شغلك نندلي ما وريني. نندل في الحرام وا. ها؟ نندل في الحلال. تنندلي فوقي على عين ما عندك تنندلي فوقي. إلا تنندلي فوقي على شغل البجيب كتنندلي فوقي ده كده أنا زمان عارف والله خلينا نندل فوقك أنت وما درجة كده أنت ما مرة ما تنندلي وما درجة كلب نندلي شنو قال بنندلني فوقك أنت أنا أختي هما الراجل بنندل مالا أنت ما مرة أختي تعبانة قشكت فوقك يعني كان حد ما أدري شنو بنندل فوقك في حرامك تسيب بقى نندل عليك كل ما بوجع لي مشي خلال الراجل ده مرة قاعدة تمشي تروح لك لعوين آخرين ده شغل بنندلنا فوقك انت مر على نايم تجيب البيت مر الا نايمه مشخره خر 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 في البيت مشخره ولكن انت جيت كل حبيبي ورقاك ولكن ماشي الله يفتح عليك مر كان انت مر قشم مدردم كان جاي قشم مورم يعني انت سلينا مش لا ذاك كيف حالنا الان بالقى ها بس خلاص تمشي تروح ايوه وين اخرى المره قال هناك بكره نمشي ده كان انا جده الفنيق بهيني المنشقاني بهيني ال من عندك انا شغل الدرادم الحامض الليمون المن الليمون بسكر بجاي يعني انت شغل نفر نفر بحط لك عندنجاي هناك بشرط لك عندك البطيخ بجاي تاكل لك بطيخ بطيخ اليوم الرخيص شباب في جمينة ده كل ما في البيت نعمل ترجع تاكله ها حتى خلي شغل اخر سايب قرصك عقيفي سايب قرصك كان بقرصي ما قعدت شيء قبل في البيت كل سكان انت قرص ما انا ما سوي لاخواننا فرده ما تقولش عشان انت كتم تقرص ما تغاب من الله بس البيت ده كان تاتا قرص قعدت تسقي فوقه سيدي. انا سايقان نمشي بيتك ونشيف انت استبال ما بنفع كلام الاسى استبال كلمه ما بنفع اه تقول اسى كلام الاسى انا وريتك قبلوا يا عريبه ده ده شنو ده قبلوا يا عريبه ده ما اجل لك اجل في الكلام ده يا ود اقول جا تك 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 جاب لي مشكله ست سي مشكله اللي كان لي ابي رجالينك يجروا بر دول وكيف كده كل مشكله كيف انت مره ده تكور براجلك في ايدينك ده طب المشكله ده طب المشكلة ها طب ما انا عارف زمان ده اما تينا دول ده ولا كربوا عباتينا دول ام كيمات ولا ام كيمات ابك مارك جارك كيف امك الا اجي امك يعرف طب ما انا عارف اي دول بس ليه بناتين ما يوصوم ينتم فكر الدا شنو كل ما انا عارف البنات بقول ده وين قبل تبصم الكلام انا بوصوم بس يعني كلام الاس انت قد تقوله ده المشكله دي كلها من الاوين من الاوينين بس بس كلام اجيب اريده عليك على سيد في ذمتك كده راجل ده مرق هالري هامي مثل لنقم كل لنقم كل لنقم كل بدور لي عم الفاي قبل دام الفاي ده كل مالك يا انت كليه تلاقي كيف بس تسيل لي كابتاني تتعلق له فوق ما تسي ليموني بكم سرب تشر في علمي بسكر انا اسال الريال ده كل ما تقدر تسي ده كان ما في كل علمي بارد ساكت ده تبردي قلبك كل ما يرضى عليك لا دي تبقى بلاني بلاني كرفي علمي جيب لي كل يجي ده جاب علمي ده ما تلك هو انا امك كساره كم جاي كيك تلك علمي تكون جاي يكون في اللي دول ما يكون كي كم رجال ما يجري يمسك في ذمتك انت كسويتي انت ما تفدي بيت انت كان قاعد يسويتي ما ما انا عارف الحمد لله كي كيف الحمد لله لك ده يوم ما سويتي قاعدين 20 سنه ده قاعدين ساكت 20 سنه ده خلي 20 سنه كان قاعد 20 الف سنه كلها انت ما بتسوي ها عين الاخر ده ما شفناه لكن عين باكر يقول في البكان ده سوى ده يوم اكيد تجي ده جيت باكرامك شفناك تسال لي انت يا شباب تور الجاموس ها اقرا نجي ها جرب اقرا باحترام تقول المره ده شغل بقى اجيب قال ولا في انت دقلوشه ما شغل المره كان عند عشير مع راجل هذا عشير انت ترن في بيكو ده تكملوا عشير تجي بسر تكملوا المره تكن نقول لك كلام بق 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 جيران كله بسوم تلبلي فوقك ده فيش نقول كلمه واحده بس ده عليك الله ده مش هابي كلامك الاسين تقولته والمره البره دي اجيب انا نوريك اوين انا بره المره البره دي انت انا بره ده ما تسجل ما نسجل ما تنكراجي ما تنكراجي ما تنكراجي والله ما تنكراجي ما تنكراجي ما تنكراجي دم في قلبك اقول فوق انت يا قسما انت يا قسما وكان واد جيرات كله بشرط لك تاكل اي كلاس وكان واد بتشلك بوت ولا بلا قرصه ولا في قبل تي ولا بلا قرصه كلاس قعدت سله وفي بيتك كله كان سلته قرصك ده في سلك مراره ولا لا مكشن كله بحط لك طرف انت عليك الاجي ما تنكر ازم كلام كده قبل كان جيت جلابيتك بشيلها بزقول لك في الكباسه في الكباسه الدخان في البفت الفوقه ها انت انا كان اوريك تي الاوين الاوين العديلين بيسووا ها خلاص كمل انا كمل هو بيكمل الكلام ده كلامك اللي قلته ده كله حياه زوجيه يا مافي حياه زوجيه ده بس كم حياه زوجيه في ده كله كم عليك فوق حياه زوجيه كان جاي ده اه خلا راجل ما يمشي يفتش برا خليك حياه زوجيه كان تمشي ده الراجل كان بيريد المره الراجل احترم المره الراجل اجيب نقدم نقدم كسبك نقدم حياه زوجيه كان في ده
انت كمرات ده قدرت توصل البيت كله ما اجل لك تدور ما تاجل اجرك بتوصل البيت. ما انت اجيب قبل اول شيء بالاحترام، انت مرتك دي كان تحترمي وانتيتها بكانتها ده دي مرتي. انت احترام البيت تقعديها في دارك قبل احترمتها وانت في شغل لا عرفت بكانك انت خدتها ده بتوصل بياك انت تمشي وين ما بتم تريده ولا ما تحبك ولا بتم ذاته ما تحترمك ما سير. لكن انت جيت ده السلام عليكم ده سلام ما كلام سيري يا ياتي ده وعيدين ده كيكي قال لي سيري يا ياتي ده بس سيدي قال لي سيري يا ياتي سلام نترين ولا سلام تقول لي سيدي شنو اخباركم كم سيري شنو كيف قيلتي انت قال قيلت كيكي السلام عليكم خلاص انت قال جيت داخل قال انا مارف يا لا غير رجوني ماشين كارفور تراب وكان انت ما وقت ما تقول عليكم السلام وقت انت وقت ما تقول عليكم السلام وقت انت هيك الدور تهجي لك ولا ما عندها الزواج هو محبة والبهجة والسرور بين الزوج والزوجة مثل ده وتبادل الآراء بين المرأة والراجل والمثل يقول الدنيا لحظة يشوى موتى نعم ما زوجتك ما يشتو موتى تاني موتى ذات ما بتلقى في الدنيا تس لكن أول شيء انت في البداية قبل تجيب المرأة شيفكم تشيف المرأة بتحبك وتسمع رأيك وثم تاني انت هي تسمع كلامك وانت الحاجة اللي عملتها هي تقبل به اذا كان هي توافق لو جبتها ده يكون بيناتكم محبة والبهجة والسرور وتعيشوا في المتعة لكن اذا كان جبتها وهي نفرت بقت يعني زي البهيمة ده مشكلة فيك انت اذا انت تمام لان شنو المرأة زي شافية احيانا عندنا عند الرجال المرأة زي شافية حاجة عملت لها كويس ترديك عملت لها كاب هي ترجع بنفسك كذلك ما شاء لك بالعكسي اي تعملك بنفسك كذلك اذا المراه انت ما بتهيكها كثير وما تبكيها كثير خليها في وسط الامور في وسط الامور وانت تال كل يوم تالها بالبهجه والسرور مين تجي يا حبيبتي وينك انت مشتاق لك وما تبقى ذلك أيوة. هي ذات تكون في راسك بعد من الفوبول يعني ما تقدر تقول كلام ماشي بيزا يا سب مندرك قال على الزول ده قال بس قال له يا حاج شفت الزول ده مجنون ولا شنو ده ما سمعت هلا يديك العافيه شفته أيوة. نفس الامور اذا كان انت فرحان وهي فرحانه خلي انت وهي الاسره كلها يكونوا فرحانين نعم. اذا كان هي زاجانه خير انت زاد الباقي الناس كلها يكونوا زاجانين وما يكون عندك ضيوف زاده بذلك اذا كده الزول يتاكد من البدايه الله يقطع كلامك الله يقطع كلامك فيها اوين مرعك كان ناديتها فلانه تعالي يعني لما تجي ذات بتخجل تقعد بالراحه تقعد تقول ايوه قلت شنو تقعد تهد بالادب لكن وادي هي هناك تقول لك شنو لا تقول لها شنو انت زي دي ما تبنى الثقافات بتختلف ايوه ثقافه الناس ايوه وان القراءة كله بيختلف اذا كان هي قارية تفهم اكثر زياده ايوه طب زول اذا كان اراد الدنيا واراد الاخره فعليه بالعلم اذا انت متعلم او هي متعلمه تعيش في البهجه والسرور كان زي المصريين تيجي احنا نقول ما مد السلام عليكم البر ده كتر هوان دي تعرف ولا ما تعرف هوان نعرف هوان لكن هنا جاي نرتاح في البيت ما نلقى نرتاح في بيتك ده كان ما تقول هو بس دايم لك ما كان جيت في البيت مشاكل فرنسي نادي ليل ونهار مشاكل كان مشيت هناك تنوم بالرحافه بيهججوك فت فت فت, فت, فت تنوم انت قام مرتاح وفي البيت ما فيها كيف ها اصلا ما انت قلت فت فت قام هججوك سي ايه زول اخر بالك انت كان جاي عندك كروز زياده من هنا كله ها تمشي زول انت مالك انت ايوه واسم مش الكلب انت عليهم كان جاي في حجم درب تنتلام ولا تنتاكل ام باكر ده ما يمشي مكان هناك يجي لك انت زوجتك ده زي انت ما انت انا ماشي يا خي اصبر كلام اقعد وافي هادي انت كمل عرفت اجيب ناكل درب سوا ايوه زي ما علينا قلنا المرأة هي زوجتك هي اختك هي امك اي شيء بالنسبه لك زي ما هي خلت بيتهم هناك قال لك انت كل خليت بيتكم تدور تكون اسره تكون الاسره دي الا كان انت تفهمته فلانة نعم تعالي شغل ده انت سويتي ما هذه الفلانة ده الراجل بيساي المرأة تساي لراجلها كي الراجل بيساي لمرتها كي فلانة انت خديتي فوقي كي فلانة انا خديت فوقي ده اذا كان انت من البداية انت تهترب بغلطك كي تهترب بغلطها اتفهمت تقدر تعيش وده شيء ما في ده حياة تبقي كي كيف وما هسه في كلام كلام جماعة ورده ما كلاس كلت ده سنكان فرصة سنكان فرصة أيوة. رايت ايدي سنكان فرصة ما ركل ايدي سنكان فرصة بس كلام ايه لا قدام ده ما ركل اللاقي راجلك عديل راجل كله لاقي مرتك قديم والبدايه مين منو ها البدايه مين منو البدايه انت البدايه من مره الراجل آه من المره ايوه الراجل كان تتدبر وقت انت قبل ده المره اللي لاقيك كان انت كله تنتج المره خجيل يا دم اه خجيل ما فيك خجيل ما فيك خجيل ما انت كان بدات اه 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 المره دي خجيله وعزمي هيك الخجيل ده مدعامه سمي بس لكن الحوان ما بتعجل ومره كان تستهي ده
ده ما شاء الله، لكن كاميرا ما افتح جلده ولا ينفع. ايه كم تك جلده؟ ها انت هالو لك في جلده ده بس. ها وين ما تجي تدي دي عشان تصير لي يمكن كده ما خلاص ولا ينفع. فبالا فين؟ ايوه.